حكومة ويا شرعية، يا حكومة ويا شرعية، الراتب مش بالهاوية، الراتب مش بالهاوية. يبدو أن صرف مرتبات الموظفين في محافظة تعز لا يأتي إلا بعد هذه الوقفات الاحتجاجية التي اعتاد الموظفون على تنفيذها بشكل مستمر. فهذه الوقفة لموظفي مكتب التربية والتعليم وعدد من المؤسسات الحكومية في المحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم التي تسبب إيقافها في تفاقم معاناتهم التي يعيشونها جراء الحرب والحصار اللذان تفرض هما عليهم الميليشيات الحوثية. أولا خرجنا في هذا اليوم من أجل نطالب رواتبنا المتوقفة، لكن نحن مطالبنا تتضمن تشمل أن تسلم راتب شهري وكذلك ما يرضي داخلين على العيد الآن. نحن الآن في شهر رمضان، له التزاماته، له متطلباته، العيد أيضا له متطلباته وله التزاماته. نحن نريد أن نتسلم رواتبنا من أجل أن نفي بوعودنا التزاماتنا العيدية والرمضانية. وبعد الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المحافظة واتخاذ بعض الإجراءات الوقائية كمنع التجمعات وإغلاق بعض المنشآت الحكومية، توقف معظم الموظفين الذين ليس لهم أي مصادر دخل غير رواتبهم، الأمر الذي زاد من معاناتهم وفاقم من مآسيهم خصوصا مع اقتراب عيد الفطر المبارك. المفروض أن يتم تقديم الراتب، يعني لا ندري هل الحكومة الآن تقف في صف كورونا ضد المواطن، والمفروض أنها تقف مع المواطن ضد كورونا، لكن يحدث في تعز والعكس. لذلك نرجو منكم أن يتم ونشد أن يتم تسليم الراتب في أسرع وقت، خصوصا أنه قد تجاوز الوقت المحدد لتسليمه. كما نرجو أن يتم تسليم راتب شهر 5 لأنه لم يعد هناك وقت. نرجو من الأخوة في السلطة المحلية النظر لهذا الموضوع بعين الجد، وأن يتم مراعاة ظروف المواطنين والموظفين. أما موظفو المالية فقد خرجوا لليوم الخامس على التوالي في وقفة احتجاجية للمطالبة بمحاسبة بعض العناصر المنتمية للواء 22 ميكا، والذين اتخذوا من انتمائهم العسكري وسيلة للبشي بالعباد، فقد اقتحموا حرم مكتب مالية صابر الموادم واعتدوا بالضرب على مدير الوحدة الحسابية، الأمر الذي دفع موظفي المالية للخروج في وقفات احتجاجية مؤكدين استمرار الإضراب العام والشامل لمكتب المالية وفروعه حتى تسليم الجناة وإحالتهم إلى القضاء. ندين هذا العمل الجبان الذي لا يليق بسمعة الجيش الوطني، إن صح الجيش الوطني كحماية للمؤسسات وكحماية للمواطن والأحرار ولكل مؤسسات الدولة. ما يصير بهذا العمل الحادث الإجرامي هذا لا يليق بحق أي مواطن أو موظف كان سابقا أو لاحقا. ما قام به من تهجم الرامسي وجنوده من اللواء 22 ميكا هذا يعد مخالفة، ونطالب بالتحقيق مع المديرية ومع البلاطقة أنفسهم، ولا أن تمر مرور الكرام ما لم سيتم التصعيد القبلي ضمن التصعيد المدني والمحلي تبع المؤسسات المحلية والمدنية. وتشهد مدينة تعز حالة من الانفلات الأمني بعدما جعلتها ميليشيات الحشد الإخوانية مسرحا لجرائمها واعتداءاتها اليومية، على النحو الذي صنع فوضى أمنية كبدت المدنيين أثمانا فادحة في ظل غياب الدور الحكومي بالمحافظة وتسلط المنتفعين والنافذين عليها.